السلام عليكم، رجعنا لكم ان شاء الله ديما بالجديد ان شاء الله. هذه بارتنر فيها مشكل تاع دخنة كحلة، قال لك كل ما ناكسيليري دخنة كحلة تزيد، وديما تدخن ساعات كوبي تيراج داخلة بعضها السيارة وصوت الموتور يقربع بق بق. بعد الديغنوستيك، شوف الديغنوستيك يكون 100%، بعد الديغنوستيك لقينا عنده مشكلة في الكالكولاتور موتور، درنا لو شونجمون تاع كالكولاتور موتور، رجعت السيارة ما شاء الله الحمد لله افيك سوكسي. من صوتها ما تشوفوش هكذا في الفيديو، بس في الحقيقة صوتها كالم ما شاء الله. زلنا درنا له رابور بيان الحمد لله، هذه 2009 هذا، وان شاء الله ديما رانا جايينكم بالجديد، واستنونا الايامات الجايه ان شاء الله بمفاجات ومفاجات كبيره وحاجات جديده ان شاء الله. انتظرونا جايينكم بالاس بسبور.